بس ما ماهيش مشروع معدل. مش معدل لكن عندهم المشاكل، عندهم المشاكل في الأجور. علاش؟ لكن احنا راهو في تطويل، ما عندنا حتى شيء. سيد الوزيرة عندنا رجل معاه متعجب، هذا كل سبب التطويل. إذا كان يزيد يمشي المشروع هذايا. بالنسبه للمطالب اللي طلبتها ال 177 خدام هي رجوع الشانتي، خاطر الشانتي هذا حاجته به البلاد، الجهه هذه تطوينا اكثر شيء يهم الجهه اكثر شيء، وال 177 خدام ماذا بينا في القريب العاجل ترجع يرجعوا يخدموا، والشركه اللي بي بي ام المقاول هذا بتاع لي بي بي ام ماذا بينا يرجع يعطي للخدامه مستحقاتها، كان الماليه ولا غير ماليه، على حسب ما حكينا مع وزيره الطاقه اليوم. إن شاء الله كلامه يبشر بخير، اللي ثم جلسة وحول الله رأي شركة بطبيعتها خارجة هذه عارفين حاجة متفاهمين فيها، على حسب كلامها طمنتنا وإن شاء الله يكون كلامها كما يقولوا فيه، إن شاء الله يكون كلامها خير. الإشكالية أنك إحنا في تطوين كيف بدينا فيه المشروع هذا لنا 8 شهور 9 شهور، بين عشية وضحاها جت شركة الـ PPM اللي هي المقاول المشرف على المشروع قال لك أنا معش خادم، رغم أنه هو مشروع بتاع دولة، مشروع بتاع طاقة، اللي خرج قال لك انا فلست معاش نجم نخدم، خلى الخدام هكاك وهز الماتريال وهرب. انا نطالب من البي بي ام والدوله انها تسرع باش تشوف حل للشركه هذه وتسرع في ارجاع المشروع. احنا نطالبوا في المشروع هذا اللي فما بند مع الدوله مع الايتاب اللي هو 177 عامل وايتار يكونوا مدموجين في المشروع كونستركسيون وبرودكسيون، نطالبوا بالديمومة العمل ونطالبوا باش يكونوا يلقونا حل من حيث الشركة اللي باش تخدم المشروع، من ثم الإدماج في المشروع ونظر في صيغة العمل هنا. التجاوب غايب تو أكثر من شهر، تو غايب التجاوب، الشركة خرجت كما قالك زميلي، خرجت الشركة وما فماش حتى التجاوب لحد الآن. إن شاء الله ننتظروا، عندنا أمل كبير ياسر باش تكون الأمور طيبة للأيام القادمة إن شاء الله. المشروع كان يمشي، كان على اساس احنا باش يواصل المشروع، ما رانا الا الشركه اللي هي البي بي ام فهمتني حبست المشروع لسبب فهمتني تخصها هي. 177 عامل قادوا يعني راسكو كل بطاله، ويعني في غموض، يعني في نقول احنا في حالة ضبابية اللي هي ما عاد فاهمين شيء.